برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي دكتور اشرف عمر استاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني. اهلا بحضرتك معانا دكتور اشرف. اهلا بيك. انا عارفه ان كان في جلسه الصبح حضرتك حضرتها اللي هو في اليوم الثاني للمؤتمر. في جلسه ثانيه كانت الساعه 4 كان جاي جري على فكره. واللي افتتحه سياده الريس امس. وقبل ما نتكلم في تفاصيل عايزه اعرف انطباع حضرتك ايه عن المؤتمر، هيحط مصر فين؟ لانه اول مؤتمر الحقيقه خاص بكميه شركات ادويه، كميه مدعوين، عدد كبير جدا جدا، وده راجع لاهميه المؤتمر. يا رب نقدر ان احنا نستثمر فرصه نجاح هذا المؤتمر. صحيح صحيح. اتفضل. الحقيقه المؤتمر ده يعتبر من اهم واقوى واعظم المؤتمرات اللي حصلت في اخر 10 سنين بلا اي استثناء. على مستوى ايه؟ على مستوى كل حاجه. على مستوى العالم؟ على مستوى كل حاجه. على مستوى كل حاجه. على مستوى مصر والقاره الافريقيه. تمام. لانه ده مؤتمر في كل شركات الادويه، مؤتمر صحي، مؤتمر طبي، مؤتمر اقتصادي، مؤتمر سياسي. وده لم يتكرر قبل كده. التجميعه دي بالظبط. وهذا المؤتمر التارجت بتاعه او التركيز بتاعه على موجه الى قاره افريقيا. بنوري مصر فين في قاره افريقيا. تمام. والحقيقه كلمه الرئيس يعني كانت كلمه عبقريه جدا لما قال حاجه في منتهى الاهميه والخطوره. اما قال بالظبط كده. ايوه. قال احنا على الرغم من ان في امكانيات مصر ما هياش قويه قوي، موارد، والموارد مش قويه قوي، لكن ده مش معناه ان احنا ما نشتغلش. صحيح. ده مش معناه ان احنا ما نحققش انجاز. طب هنحقق انجاز ازاي؟ بالفكره. نعم. وسياده الرئيس قال القصه دي بالفكره. اوت اوف ذا بوكس، احنا بنفكر خارج الصندوق. عملنا افكار، عملنا افكار، مش عملنا افكار وبس، احنا عملنا انجاز بيتحدث عنه العالم كله. وطبقناها. وطبقناها. نعم. موضوع فيروس سي. طبعا. من اكثر دوله على مستوى العالم في فيروس سي، الاصابه بفيروس سي، الى اهم دوله والدولة الأولى في القضاء على فيروس سي. صحيح. عظمة. وشفنا كلمة رئيس WHO. نعم. اللي بيشكر سيادة الرئيس. بيشكر سيادة الرئيس على. صحيح. الناس بتحاول تقلدنا. أيوه. على الرغم إن ده قلة موارد. قلة موارد. لكن فكرة وتم تنفيذها و ده أنا عايز أقول لحضرتك حاجة تانية. الدول العظمى ما عرفتش تعملها حتى هذه اللحظة. صحيح. يبقى هل قلة الموارد بتكتفنا ان احنا ما نشتغلش خالص؟ وده اللي قاله سياده الرئيس. صحيح. على الرغم من ان احنا في مشكله كبيره جدا، وانا كنت دايما بقول انها مشكله امن قومي. ايوه. فيروس سي دايما كنت بقول مشكله امن قومي. صحيح. وسياده الرئيس حس بهذه القضيه. نعم. من البدايه واتحلت. نعم. في سنوات قليله جدا. صحيح. ما ده راجع برضو نوع من انواع بناء الانسان، يعني بالظبط البناء الصحي، الفكر له علاقه بالبناء العقلي السليم، الفكر السليم. عشان كده هي مشكله امن قومي. أيوه. مش فكره صحه بس، ده فكر الصحه واقتصاد وبتاثر يقدر على ينتج الأسرة. ده طبعا طبعا بتاثر على الاسره المصريه وعلى الانتاج وعلى كل حاجه. وعلى مشاكل اللي عنده فيروس سي ده، ان هو بيجي له تليف وبيجي له اورام في الكبد. صحيح. ويبقى غير قادر على صحيح. على العطاء والانتاج. اذا هي موضوع كبير قوي. وعيشه الحياه يعني ان هو كده. أنا عايز أقول حاجة بقى دلوقتي، إحنا بندور على ناس عندهم فيروس سي مش لاقيين. لا مش عايزين خلاص. الحمد لله. ما هو سيادة الرئيس إمبارح قال يعني الحمد لله بفضل ربنا إنه كرمني في إن أنا أقدر خطوة من خلال الفكرة ومن خلال صحيحة. نعم. يعني نعم. وحاجة هتتحسب. هتتحسب الحقيقة للقيادة السياسية وسيادة الرئيس، وهتتحسب لمصر كلها. صحيح. وسيادة الرئيس إدانا كارت بنتكلم فيه قدام الناس كله، إن إحنا منظومة صحية في مصر وكدكاترة مصريين قدرنا نعمل معجزة. نعم نعم. على جميع المقاييس. أيوه. وصلنا فين في ما يتعلق بعلاج الكبد والتهاب الوجه؟ احنا دخلنا في مشكلة تانية. والمشكلة التانية هي برضو مشكلة حقيقية وبنشوفها كتير. أنا كل ده بتكلم على مستوى المؤتمر. طبعا. نعم. مشكلة القضية اللي احنا بنتكلم فيها هي بنتكلم على مصر وافريقيا وافريقيا ومصر. ومشكله هي مشكله مصريه افريقيه، وهي مشكله هامه جدا، هي سرطان الكبد. احد المشكلات الكبيره. مشتركه فيها مصر وافريقيا. طبعا.
العالم ما عندوش بره نسب عالية زي عنده، بس نسب أقل بكتير، نسب أقل. إحنا عندنا من أعلى النسب برضو في العالم في الإصابة بسرطان الكبد نتيجة فيروس سي. المتوقع في السنوات القادمة إن شاء الله إنه الكيرف هيقل، الكيرف هيقل. المشكلة برضو كبيرة جدا في إفريقيا. فمن ضمن النهاردة الجلسات بتاعت المؤتمر كانت جلسة عن سرطان الكبد، وكانت محاضرة قلتها على سرطان الكبد في إفريقيا. وإزاي إيه المشاكل وإزاي نتغلب عليه، والدور مصر الريادي والقيادي في تطوير هذه المنظومة، لأن احنا بنساعد إفريقيا دلوقتي. يعني احنا بفضل الله عملنا ولأول مرة في التاريخ قدرنا نحط بقيادة مصر، قدرنا نحط الإرشادات والبروتوكولات في تشخيص وعلاج سرطان الكبد في إفريقيا مش في مصر. احنا اللي حطيناهم وبتتكتب دلوقتي وبتخلص. فمن هذا المنطلق احنا بندي بنعمل بريدجينج. عندهم نسبة الفيروس سي كبيرة، عندهم نسبة فيروس سي وفيروس في مناطق معينة في أفريقيا عندهم نسب عالية، وفيروس بي عندهم نسب عالية جدا وحاجات أخرى. أيوه احنا بننقل لهم التجربة. أقصد كده معنى كده ان احنا حننقل فكرة علاج فيروس سي مبدئيا لهناك بالظبط، ودي اوريدي منقولة فعلا. تمام. وفعلا تحركت الخبرة المصرية يعني، وكانت الحقيقة بتعليمات من سيادة الرئيس ان احنا نتواصل مع الأفارقة ونتواصل مع الدول الإفريقية وبنساعدهم في مشكلة فيروس سي اللي احنا حليناها. نعم. في التشخيص وفي العلاج. أيوة. يعني بنمدهم في العلاج، عندنا شركات الأدوية اللي بتنتج علاجات فيروس سي متواجدة في إفريقيا وبتروح وبتساعد الدول الإفريقية. نعم. فأوريدي دي خطوة أوريدي اتعملت فعلا بالفعل. أيوه أيوه. طيب واصلين لمستوى إيه، وده من خلال مؤتمر أكيد حضرتك تابعت. أيوة. الجلسة النهاردة كانت على إيه الأول يا دكتور؟ الجلسة كان في جلستين، الجلسة الأولى كانت عن فيروس بي في إفريقيا ودوره في التأثير على صحة الإنسان الإفريقي، وبرضو نقلنا دور مصر في الريادي. احنا عاملين إيه ومستوانا إيه الأول؟ أولا احنا عاملين كل حاجة بفضل الله تعالى، في حاجات ناقصة طبعا لأن حتى الدول العظمى عندها نقص. أيوه عندها نقص. فإحنا في العلاج ولا في في كل شيء. لكن فإحنا برضو في حدود إمكانياتنا عاملين خدمات عالية جدا. تمام. فيروس بي إحنا موفرين التطعيم، لأن فيروس بي غير فيروس سي. طبعا فيروس بي ليه تطعيم وموجود ومتوافر، وممكن من خلال يعني برنامج حضرتك أي حد كبير أو صغير ما تطعمش طعم فورا. اي حد كبير او صغير ما تطعمش مالوش سن، يعني ما حدش يقول ايه ما انا لا معقول اروح الطعم في السن ده. يا استاذ تروح أيوة. الطعم في السن ده التطعيم موجود وبيدي مناعه اكتر من 95%. هايل. طب اللي ما تطعمش بيبقى عرضه ان هو يجي له فيروس من اي شكه او من اي نقل دم دبي. نعم. لان بيعمل تليف وبيعمل اورام في الكبد. نعم. فاحنا في مصر عن متوافر دي في بطاقه التطعيمات علشان فرصه الامهات بتتفرج علينا. بالظبط بالظبط يعني كده المفروض منطقي ان في بطاقه تطعيمات الاطفال الام بتطعم ولادها. دكتور الاطفال طبعا عنده هذه المعلومه والام ممكن تفكر وتبقى برضو عندها حريصه من الثقافه انها تبقى عارفه هي بتطعم ابنها من ايه. صحيح. لما بسال الامهات طب انت طعمتي ابنك؟ مش فاكره ما اعرفش يا دكتور. طب ما ده كلام ما ينفعش. صحيح. لازم يبقى عندها ثقافه وتكتب. ده المفروض يتعمل كده. نعم. بيبقى في ورقه او في اجنده بتبقى كاتبه فيها التطعيمات. فبروتوكول التطعيم موجود عندنا في مصر الحمد لله، ودي خطوه استباقيه بتقي الانسان المصري من كارثه كبيره قوي. أي. وهي فيروس بي. أي. كذلك متوفر العلاج في حاله الاصابه نعم. فالاثنين دول موجودين عندنا الحمد لله ومتوفرين. فما فيش حجه النهارده ان حد يجي له فيروس بي. لا ده إهمال شخصي بقى. بالظبط. وطبعا المتابعة الضرورية إن هو بيعمل تحليلات بصفة مستمرة ويعمل موجات صوتية، والتحليلات موجودة ومتوفرة في كل حاجة. تمام. التطعيم موجود والعلاج موجود. تمام. ودي كانت الجلسة الأولى اللي احنا كنا بنتكلم عن مشكلة فيروس بي في أفريقيا ودور مصر برضو الريادي في هذا الموضوع. احنا فين في النقطة دي من أفريقيا بقى؟ أي. هل أفريقيا
أيضا عندها كل التطعيمات وعندها كل العلاجات، ولا أيضا هناك نقص؟ هناك نقص شديد، هناك نقص شديد. فهنا هيحصل تعاون بالضبط. اتحسنت جدا أفريقيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عاملة دايما بروجرامات، سلسلة من البروجرامات وسلسلة من البرامج لتحسين الصحة في أفريقيا بناء على معلومات، في وخصوصا في بعض الأماكن اللي غير متوفر فيها لا التطعيم ولا العلاج. مصر فين؟ مصر في حتة تانية خالص. يعني أنا عايز أقول أن مصر تعتبر حاجة متقدمة جدا جدا بالنسبة للدول الأفريقية. دي حقيقة واقعة يعني في كل شيء على فكرة، في الفيروسات الكبدية، في كل ما يخص بالكبد، في زراعة الكبد. احنا عندنا زراعة كبد بقالنا 22 سنة عندنا زراعة صحيح كبد صحيح. بس بنحقق معدلات عالية من الشفاء، عالية جدا، حاطط معدلات تقترب تقريبا او هي في نفس المعدلات العالمية هايل. وبنعمل ده، احنا بنعمل الصعب في مصر. البروجرام زراعة الكبد في مصر اللي هو من متبرع حي، نعم، مش من متوفي حديثا، نعم، وهو الأصعب. نعم، بناخد جزء وفص من حد من الأقارب، كبد سليم يتوافق. فهي عمليتين كبار. ايوه طبعا، بنجاح شديد جدا طبعا الحمد لله. اذا مصر في منطقه تانية خالص بالنسبه لافريقيا. وده الحقيقه كانت تعليمات سياده الرئيس ان احنا ننفتح على افريقيا، لان احنا افارقه. ايوه، وهم دايما بيعتبروا النورث افريكا او افريقيا الشماليه حاجه وبقيه افريقيا. لا، احنا عايزين نقول لهم احنا حاجه واحده، واحنا مصير واحد صحيح، واحنا في 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 مكان واحد كلنا، وهم واحد في حاجات كتير، وهم واحد وده اللي مصلحتنا كلنا. يعني احنا ليه نبعد عن افريقيا ليه؟ بالعكس، وبعدين احنا لينا كل التقدير الحقيقه. نعم، الدول الافريقيه بتقدر مصر تقدير كبير جدا، شعبا وحكومه، في كل حاجه، في كل المجالات. يعني مصر ليها وضع كبير جدا الحقيقه. الجلسة التانية كانت عن إيه؟ الجلسة التانية كانت عن سرطان الكبد. أيوه، واتكلمنا عن ولأول مرة عن أولا مشكلة سرطان الكبد في أفريقيا إيه؟ أنا يعني اتكلمت عنها باستفاضة كبيرة جدا. نعم، بتفاصيل، بأرقام. بأرقام؟ بأرقام. أيوه، وبعدين الحقيقة يعني كان توفيق من ربنا إن أنا أعلنت ولأول مرة عن إن إحنا في بنخلص ولأول مرة في التاريخ الجايدلاينز او بروتوكول او الارشادات او التعليمات في تشخيص وعلاج سرطان الكبد في افريقيا. هايل، لانه كل الدنيا قريبا خلص، احنا بنخلص فيها، بنخلص فيها بقياده مصر. نعم، ده معناه ايه يا دكتور اشرف؟ قياده. ايوه، القياده والدوله دايما احنا وعالميا سابقين بخطوه، واحنا دايما بنحب نكون على المستوى العالمي، ودي عشان احنا بنسافر مؤتمرات وبنقعد هنا. يعني احنا بننقل، بنعمل نقل. أيوه، تكنولوجي ونقل معلومات. ودي أهمية حضور المؤتمرات للدكاترة جدا جدا. فأعلننا أن الحمد لله احنا بصدد الانتهاء من الجايد لاينز أو بروتوكول تشخيص وعلاج سرطان الكبد في أفريقيا. وده ما اتعملش قبل كده خالص. اتعمل بروتوكول لأمريكا، واتعمل بروتوكول لأوروبا، واتعمل بروتوكول لآسيا. نعم، وما اتعملش بروتوكول لأفريقيا. ليه؟ لأن احنا كسلانين. افريقيا كسلانه وغيرنا مستفيد ان احنا ما عملناش بالظبط. فاحنا بناخد منهم مجرد ان احنا بناخد متلقين العلم. نعم، امريكان عاملين جايد لاينز بروتوكول في تشخيص وعلاج. طب خلاص. احنا فين بتاعنا؟ احنا فين؟ ما قعدنا فتره ريحنا دماغنا من التفكير. ما ينفعش. فاحنا خدنا الحمد لله الانيشيتيف، خدنا المبادره وخلصناها في المراحل النهائيه، وهنعلن عنها قريبا جدا في مؤتمر ان شاء الله، وهنوصلها لكل افريقيا. هايل، وده الحمد لله بفضل من ربنا بقيادة مصر. الحمد لله. الحمد لله. دكتور أشرف، مبادرات رئاسية، مبادرات الخاصة بالصحة أو قطاع الصحة، 100 مليون صحة، ونتكلم على مستوى الأطفال. أنا هنا هبعد عن تخصص حضرتك شوية، لكن هتكلم على فكرة المبادرات الرئاسية والاهتمام بملف الصحة للمواطن المصري. أنا دايما أقول أنه ممكن تبقى الناس مش واخده بالها من حاجه، انه ما بنتكلم على مبادرات ال 100 مليون صحه مجانا، يعني انت بتوفر قد ايه على جيب المواطن؟ طبعا مش كده؟ طبعا، لانه كل ده لو كان المواطن يشتغل عليه من جيبه، اعتقد كانت تبقى ميزانيه كبيره جدا جدا. صحيح، على المواطن. صحيح. شايف المبادرات افادت في ايه؟ حمت من ايه؟ برضو هقتبس من نفس الكلام اللي قاله سيادة الرئيس امبارح في افتتاح المؤتمر، وقال برضو حاجة مهمة جدا، احنا شغالين في التأمين الصحي. نعم،
التأمين الصحي بمعاييره العالمية والتأمين الصحي الشامل. احنا لسه بنبتدي فيه وقدامه يمكن فترة طويلة. أيوة. طيب التأمين الصحي ما خلص، هل ده معناه ان احنا ما نقدمش خدمات صحية للمواطن المصري لغاية ما يخلص بعد 10 سنين؟ هنا بقى تيجي دور المبادرات اللي عملها سيادة الرئيس. احنا بنعوض المواطن بمبادرات، بنختصر وقت لحين، بنختصر وقت. يعني سيادة الرئيس اختصر الوقت، كان عايز 15 أو 20 سنة، هو اختصر الوقت لأقل من كده بكتير. وفي نفس الوقت المبادرات بقى الرئاسية في الصحة المصرية، احد المبادرات خلصت، ورسي خلصت. صحيح. المبادرات صحيح. بعد كده دخلنا بعد كده الـ 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 المسح الشامل للامراض الغير نون انفكشس ديزيز، اللي هي ما بتنتقلش، اللي هي زي الضغط والسكر والوزن. صحيح. ودي اتعملت فعلا. نعم. برضو. نعم. دي كانت مفيده جدا، والتقزم والسمنه والنظر جدا. ليه؟ لانه ده كان مريض ممكن ما بيشتكيش من حاجه اصلا، اكتشف انه عنده سكر وضغط، واكتشف كمان ان وزنه زايد. طب هو الوزن زايد دي مشكله؟ دي مشكله خطيره جدا. لان الوزن الزايد هو اساس المشكله خالص. والوزن الزايد هو بيساوي الكبد الدهني. والكبد الدهني احد المشاكل الصحيه اللي بنشوفها دلوقتي بعد ما خلصنا فيروس سي. طب احنا عندنا ايه في الكبد؟ عندنا الكبد الدهني. والكبد الدهني ما كناش عندنا داتا او عندنا ارقام واضحه. جه مبادره سياده الرئيس في هذا الموضوع ادتنا معلومات في غايه الاهميه. انه في نسبه عاليه جدا من الناس اوفر ويت وعندهم سمنه وعندهم كبد دهني. ايوه. والكبد الدهني ده محتاج متابعه، محتاج متابعه جدا طبعا. لانه ده بيؤدي الى قد يؤدي الى مشاكل صحيه. صحيح. بتقارب فيروس سي. كمشكلة. ممكن يعمل التهاب مزمن وتليف وورم في الكبد. فاذا هذه المعلومات اللي خدناها ده في مصلحه المريض. المريض ما كانش يعرفها. صحيح. ما كانش يعرف اصلا. صحيح. النهارده بقى عنده، فابتدى يبقى عندنا احصائيه مرضيه بالظبط. عندنا معلومات، خريطه صحيه للشعب المصري. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو ميزه المبادرات اللي عملها سياده الرئيس، انه بقى عندنا خريطه زي ما حضرتك بتقول لكل شخص. فبقى عندنا بنيه تحتيه اقدر ابني عليها. محتاجه اركز موجودة أصلا. في ايه، في علاجات ايه، تخصصات ايه، وهتساعد في ايه؟ هتساعد في التامين الصحي اللي جاي. نعم. يعني خلاص، ما هو البنيه اتبنت خلاص. بقى في عندي داتا بيز. صحيح. لكل شخص. صحيح. ساعه لما اقول له تعالى بقى ادي التامين الصحي بتاعك، خلاص انا كل المعلومات بتاعته موجوده عندي على الكمبيوتر. صحيح. قريت حاجة نفسي يتوصلوا العلاج ليها دكتور أشرف، وأنا بتابع المؤتمر. يعني نفسي يا رب يتوصلوا لعلاج للضمور العضلي، يعني من ضمن الحاجات المستهدفة. نفسي الحقيقة، لأنه ما بيجي لي حالات بتبقى المسألة، يعني والله أنا هقول لحضرتك حاجة، بتعاني من المسألة دي من الناحية الطبية والعلمية. إحنا من حوالي مثلا أكتر من 15-20 سنة وإحنا بنعاني في متابعة وعلاج فيروس سي. كنا بنتمنى احنا كأطباء كبد في مصر، هو بنسأل نفسنا هو هيجي يوم يبقى عندنا علاج لفيروس سي كده ونديه؟ صحيح. كده صحيح. جه اليوم حصل. جه اليوم وحصل. بقرص كده، هو بيتاخد. نعم. قرص كل يوم لمدة 3 أشهر العين خف. فالعلم كل يوم بيتغير. صحيح. بالنسبة للحاج المرض اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده مرض صعب، لأن هو ليه عوامل وراثية طبعا، وحصل برضو طفرة في العلاج الجيني والوراثي. صحيح. طفرة هنشوفها في خلال 5 سنين يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا كان التركيز من حاجات برضو اللي لفتت نظري على مسألة تسويق أماكن سياحية علاجية في مصر. إحنا السياحة العلاجية محتاجة تسويق عندنا. عندنا حاجات بالفعل على مستوى العالم مهمة. إحنا كسياحة علاجية طبعا. إحنا عندنا كل حاجة سياحية موجودة في الدنيا كلها، بس محتاجة تتحط في السيستم المظبوط اللي تعمل لها نظام. عناوينها كده. انا حضرة بحاجة مثلا مثلا دولة زي الأردن استطاعت انها تعمل طفرة في السياحة العلاجية. ده حقيقة. بإمكانيات. ده حقيقة. لا تقارن بمصر. ده حقيقة. لما المشروع ده اتعرض علينا زمان واحنا ما اهملنا فيه. ما علينا، زمان ده من سنين يعني يا جماعة،
اعتقد لو انا فاكره بنتكلم في 25 سنه 30 سنه اعتقد كده تقريبا. فامكانيات مثلا موضوع فيروس سي ده الناس بقت يعني انا هضرب هيك امثله حيه حصلت يعني كانوا بيجوا لنا من اوروبا. نعم انا جالي اكتر من مريض من انجلترا لان هو نظام عندهم ان هو بيروح للممارس العام والممارس العام يوديه للاستشاري عشان يصرف له العلاج ويقعد ويتنج ليست يعني بتقعد لها من 6 شهور لسنه عشان يصرف علاج فيروس سي. الراجل ركب الطياره وجي مصر اتشخص وتعالج ورجع انجلترا قعد فتره لحد ما جه دوره فراح للدكتور الاستشاري بتاعه هناك قال له بيبص في الورق بتاعه كده قال له هو مش انت كان عندك فيروس سي؟ قال له والله انا رحت مصر قال له دي ايه ده بقى؟ قال له دي كانت لعنه الفراعنه الظاهر جه خف فرجع الراجل قال له يعني انا مش مصدق وبعت لنا جواب شكر الله فادي مش دي سياحه علاجيه؟ طبعا الراجل جه واتفسح صحيح وقعد صحيح وتعالج من صحيح فنقصد ده الاستغلال ده ممكن يستغل في كل حاجه بعد كده طبعا يعني بس الموضوع محتاج تنسيق وزاره الصحه وزاره السياحه تضافر كذا حاجه والشغل عليها ليها سيستم واضح ده مهم اشكرك دكتور اشرف شرفت بوجود حضرتك معانا بشكر حضراتكم وشوف حضراتكم بكره على خير مع تحياتي عز مصطفى والى اللقاء.